السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون عندك ملف بي دي اف وعايز تاخد تكست اللي جواه، او عايز تعرف نوع الفونت وبعد كده تبدأ تدور عليه، او عايز تشوف التكست او الصور تستخلصهم. ففي موقع اسمه extractpdf.com، ده بيعملك الموضوع ده كله. مجرد بس بترفع الملف اللي انت عايزه، وليكن مثلا الملف دوت، عشان بس مساحته صغير. هتقول له ستارت، هيبدأ يرفع الملف ويبدأ يستخلص لك الصور والتكست والفونتات. الصور هي بدأت تظهر اللي موجودة في قلب الملف. هذا هو التكست، تقدر تعمله داونلود على طول. ده الفونتات، كل الفونتات اللي موجودة في الملف تقدر تعملها داونلود وتبدأ تشتغل عليها.